إذا بمقر القيادة العامة لدرك الوطني عقدت اليوم ندوة صحفية ضمت ممثلي درك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية، تم خلالها تقديم حصيلة التدخلات لموسم الاصطياف 2022 وتقديم الأرقام لأبرز القضايا المعالجة من طرف مصالح الأمن الوطني وقوات الدرك ورجال الحماية المدنية عبر ربوع الوطن. كما نوه الجميع بالمشاركة الإيجابية وتفاعل المواطنين مع الأرقام الخضراء للإبلاغ عن كل التجاوزات.